شيرين رضا بالنسبة لي شخصية مش مفهومة، هحاول أفك شفرتها. شاطرة، بتعرف تطلع حاجات من الضيوف محدش عارف يطلعها قبلها. أظن إنها مش مندفعة ولا متهورة زي ما الناس فاكرة. عموما هنشوف. توقعي إن إحنا هنخرج حبايب من الحرقة، أكيد. الجراءة في الأدوار مش شرط تكون جراءة في الأفكار. لا أنا محدش يعرف يحرجني. شيرين مش بس وجه جميل، من عينيها باين قوي ان هي ذكيه. اتمنى ان الحوار يكون مختلف عن حواراتها السابقه. مستعده للحوار عموما. مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من انا وانا. شيرين رضا منوراني. مساء الخير. مساء الخير عليك. طبعا الناس دلوقتي مبسوطه جدا بوجودك معايا، ده اكيد من بدايه الحلقه. الفقره دي اسمها انا والعالم، بنعرض فيها شويه اخبار وبنشوف تعليقاتك عليها، بس بيكون سريعا. نبدا باول تقرير معانا. نبدا باول تقرير، يلا بينا. مفاجاه مذهله ومضحكه في نفس الوقت. محلل سياسي مصري كان بيظهر على القنوات المصريه لفتره طويله. للشروع في اتخاذ قرار باداله، يحلل شان العام ويعمل مداخلات ويقول ويعيد ويزيد ويعرفوه على انه خبير في الشان الامريكي. يطلع في الاخر طباخ بيشتغل في مطعم بيعمل سندوتشات بيت في نيويورك، وانه كان بيظهر جوه حمام المطعم. حاتم الجمصي الطباخ والمحلل. سيد حاتم اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا. وصاحب مطعم سندوتشات البيض. اهلا، ازيكم. اصبح حديث كل وكالات الانباء، وكتير من القنوات اشترت الترمان. وما زلت اقوم بالتحليل السياسي، شاء من شاء وابى من ابى. بس هل حاتم كان بيحلل بطريقه جيده لدرجه ان المذيعين والمعدين ما اكتشفوش انه مش خبير؟ ولا هل احنا في زمن اي حد ممكن يتكلم في اي حاجه؟ نو بروبلم جايز، هاف ا جود داي. تعليقك ايه على التقرير ده؟ هايل. اولا بحييه، هو ان هو قدر يعمل اللي هو عاوزه ويطلع محلل سياسي ومحلل اقتصادي، بس احنا بقينا كلنا كده. فانا بحييه ان هو عارف يضحك على الناس كلها، وغالبا ان هو عنده فكره، عشان كده الناس جابوه تاني وتالت ورابع. مين من الوسط الفني بيفكرك بحاتم الجمصي؟ لا مش عارفه مين اللي واخد دور مش دوره. ناس كتير. زي مين؟ ناس كتير واخدة دور أكبر من دورها، مش ما أقدرش أقول أسامي. طيب تعالي أوري لك الفيديو الجاي. لواحدة صديقة لينا كانت ساكنة في فلوريدا هناك، وطلبت مننا قبل الإعصار إن إحنا نساعدها، وكانت خايفة جدا هي وولادها لأن الإعصار كان ضارب بالظبط فيهم أو عداها على حسب المخطط المناخي. فالمفروض كان الإعصار هيجي تقريبا هيشيل البلد بتاعها خالص اللي هي قاعدة فيها، هي وولادها وأخواتها، هي من الجاليات العربية هناك. فبالفعل قدرنا والله الحمد أنا ومستر أحمد شعبان إن إحنا نغير شوية مسار الإعصار ونوطي الطاقة بتاعته، خليناها بنسبة أخف، وحاولنا إن إحنا نحذفه شوية تجاه خليج المكسيك، ما فيش بشر فيه. فهي طلعت تشكرنا، وما كانش في أي حد يعرف حاجة عن الموضوع ده. يعني تعليقك ايه بقى؟ تعليقي بجد يعني ناس حيصة وناس لايصة. طب انا عاوزة يعني هما يقدروا يتنبؤوا لنا في حاجات ويقدروا يبعدوا عننا حاجات، طب ليه احنا ليه لسه زحمة؟ وحدفته ما طب ليه مثلا ما ظبطتش بلدنا احنا؟ ليه استنت صاحبتها بتاعت فلوريدا؟ انحدرنا كده ازاي؟ انحدرنا كده علشان محدش بقى فارق معايا. ما بقاش العيب والأخلاق راحت. لما الحاجات دي بتروح خلاص، ما أي حد يقدر يغني أي حاجة، يقدر يقول أي حاجة، يقدر يطلع في التلفزيون يتكلم كلام فاضي. ولا يمكن ما أقدرش أقول عليها كده لتيجي هي والأستاذ محمد شعبان يعملوا فيها حاجة. تعالي نشوف السكرين شوت اللي جاي. الخبر بيقول الملك سلمان أمر بإصدار رخص قيادة سيارات للمرأة في السعودية. قريتي الخبر ده؟ قريت طبعا، عرفت. تعليقك ايه؟ اولا مبروك للستات في السعوديه، لانه دي حاجه كلنا كل ما اعتقد ان كل الناس كانت منتظراها،
ده حق بسيط جدا من حق المرأة. يعني احنا اول ست طلعت رخصة عندنا في مصر كان سنة 1919، ف انه السيدة السعودية تأخرت قوي، يمكن ظروفهم وحالتهم، بس انا بحييهم ومبروك، وان شاء الله حريات تانية اكتر. وهيسوق عربيات. ويسوق عربيات. طب ايه الحقوق اللي ناقصه الست في مصر؟ حقها انها تعيش حياتها من غير العادات والتقاليد والفروض اللي بتتحط عليها من اول لما بتتولد كست كبنت. انه زي ايه من وجهه نظرك؟ انها تقرر ان هي ممكن تكون عاوزه تلبس حجاب او ما تلبسش، تشتغل او ما تشتغلش، تتجوز او ما تتجوزش. دلوقتي في حاجات بقت مفروضه، مش علشان هي مقتنعه بالجواز ومش عشان هي مقتنعه بالحجاب، بس عشان مفروض، عشان البيئه اللي هي عايشه فيها. وده بيقلل من قيمتها كبني ادمه انها مضطره. تعالي نشوف الفيديو الجاي. وده الجديد علينا في مصر، ان انا ابص الاقي يعني الجهر بهذا الموضوع ورفع العلم اللي بيحث على هذا الفسق في حفلة غنائية. طبعا ده شيء أزعجني جدا، وأزعج الدنيا كلها في مصر، وأزعج الإعلام زي ما أنا شايف. وده شيء النقابة لا يمكن هترضاه ولا تقبله، فلازم يكون في موقف حازم. أنا واحد من الناس يعني إن شاء الله مش حد تصريح لهذه الفرقة مرة أخرى. رأيك إيه بقى في اللي قاله أستاذ هاني شاكر نقيب الموسيقيين؟ إن هو مش هيدي تصريح لفرقة مشروع ليلى إن هم رفعوا رينبو فلاج في الحفلة بتاعته. طيب هم الوحيد، ما في شنط رينبوز الناس بتلبسها، في جزم رينبوز الناس بتلبسها، هيمنعوها دي كمان؟ وأنا أنا مش ضد المنع، بس هتمنعه إيه ولا إيه؟ يعني هل هو المنع هو اللي هيبطل الناس تعمل الحاجات دي؟ معرفش، أنا ما عنديش الرد، أنا بس بعلق. يعني هو هيمنعهم إن هم يعني هم غراب شوية أصلاً نوع المزيكا ده. تقصدي إيه بغراب شوية؟ يعني نوع، يعني أنا ما فهمتش. أنا شفت الأغنية على الفيديو، شفت فيديو قصدي للأغنية، يعني ده بانك ولا هافي ميتال ولا تعال اشرب شاي ولا اشرب شاي ولا اشرب شاي كازوزة وات؟ يعني هو ده السؤال بتاعي. يعني انت مع المنع ولا ضده؟ انا عمري ما بصدق ان المنع بيحسن الوضع، مش المنع هو اللي بيحسن الوضع، احنا لازم نشتغل على الوضع نحسنه من جوه. بس مش لو من بقى بره. او لا، مع ولا ضد؟ مع ان هم يتمنعوا، مش منعوا يتمنعوا منعه. انا مالي، بس مش انا اللي بمنعه. لا، لو بايدك، انا لو بايدي ما بمنعش حد ان هو يعمل حاجه، بس اعرفه الغلط من الصح. وفي الاخر كل الناس بتعمل اللي هي عاوزاه، محدش لا بيلتزم بقوانين ومحدش احنا في مصر هنهزر؟ الناس دول ما هيروحوا يعملوا حفلات تحت بير السلم وهيتصوروا فيديو؟ احنا بنشوف فيديوهات. بس حضرتك الست دي منع بعدت الاعصار ومحدش منعها، ما ده كمان تخلف عقلي. طيب تسمحي لنا نطلع للفاصل ونرجع نكمل كلامنا؟ استنونا بعد الفاصل. رجعنا من الفاصل مرة تانية. شيرين، الفقرة دي اسمها أنا وأنا. هنقرب من شيرين أكتر ونتكلم بقى على عيلتك الصغيرة، أو بلغة السينما اللي انتوا تفهموها هنعمل زوم إن على حياتك. أوكي. صحابك الستات أكتر ولا الرجالة أكتر؟ الاتنين. يعني زمان كنت بحس إنه عندي أصحاب ستات أكتر، بس لا، اكتشفت إن أنا عندي صحاب قريبين جداً رجالة. مين صداقتهم أمتع وأمتن؟ لا، ده على حسب الشخصية، ما أقدرش أعمم أقول الرجالة أحسن، لا. طب أنت بالنسبة لك في الفترة دي؟ أنا بالنسبة لي بالعكس، أنا في الفترة دي عندي واحد ولد وواحدة بنت، الاثنين صحابي قوي. طيب قلتي الرجالة straight forward، اللي بيقولوه بيقصدوه،
الستات لا. لا قصدك ايه بقى؟ الستات عندهم او عندنا أجندة، يعني ده معناه كذا وده معناه كذا وده معناه كذا، ولو قلت كده ولو هو بص لي البصه دي وكان باصص هناك وبص في تليفونه، كل الكلام ده في دماغنا احنا. بس لما بتعرفي، لما يبقى عندك اصدقاء رجاله، بتعرفي ان هو ما فيش ولا حاجه، هو بص كده وفعلا ما فكرش في حاجه، مش بيبص لحد، مش فيش واحده هناك بيبص لها، هو فعلا قاعد سرحان. بس احنا عندنا اجنده غير مخ الراجل غير مخ الست. الراجل بسيط، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، يعني تركيبة الراجل اسهل من تركيبة الست بكتير. قلتي خناقات الستات بتبقى بسبب راجل معظم الوقت، ودي حاجة تضايق، دي حاجة بتضايقني قوي، انه ازاي الستات يتخانقوا على راجل. طب دخلتي في خناقات قبل كده بسبب راجل؟ انا مع حد مع الستات؟ لا. طب حد دخل معاكي؟ بلاش انت تدخل، يحاولوا يتخانقوا معايا. ومين بيكسب الجولة؟ ما انا ما بتخانقش مقدرش اخسر صاحبتي عشان حد. قلتي الراجل همجي، اشرحيها لي بقى. همجي غريز، بيشتغل بالغريزه بتاعته، وده ما هو زي ما قلت لك، هو ما بيرتبش، هو عاوز يبص على دي وعاوز يروح هنا، فهمجي ما عندوش ترتيب بقى. على سجيته تقصد؟ او بعفويه بيتصرف بالظبط. هي همجي كلمه وحشه؟ لا انا بفهم منك تقصدي ايه. لا قصدي على ان هو بيعمل اللي بيخطر على باله، او غريزته بتحركه تقصدي؟ بالظبط. قلتي برضو الراجل اللي بيحجم الست ما عندوش ثقه في نفسه. ما عندوش ثقه خالص، قصده يعني انا هعتبر نفسي، انا هعمل نفسي انا المثل دلوقتي، لما انا اتعرف على راجل اتخطب له اتجوزه، هو ليه فاكر ان هو هيربيني من الاول، هيعلمني الصح من الغلط، ليه هو كان واخدني منين ولا واخدني عامله ازاي؟ صادفتي المثل ده اكتر من مره؟ كتير طبعا، ما سكتش. طب صادفتي راجل بقى عنده ثقه في نفسه؟ صادفت رجاله عندهم ثقه في نفسهم جدا. اللي عنده في ثقه في نفسه ده بيبقى عاوز ياخد الست اللي معاه ويحطها في فيترين، يبقى شكلها حلو ويبقى مبهور بيها قدام الناس، مش يحاول يخبيها في البيت ويدفنها، انت لابساها واللي انت عاملاه ليه؟ هي مش هي، احنا الست المفروض تبقى في ابهى صورها لما تخرج، مش غطي اعملي جيلي. ده من الرجاله اللي انت ارتبطتي بيهم؟ يعني احتفظتي بالراجل اللي واثق في نفسه؟ طبعا كصديق، على كصديق بس طبعا، مش كحبيب، مش كزوج. لا انا دلوقتي ما عنديش ولا حبيب ولا زوج، الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. لو راجل عجب شيرين رضا هتروح تعاكسه ولا لا؟ لا هعاكسه. طب هتعملي ايه؟ هو اللي هيعاكسني. افرضي ما عاكسكيش. هيعاكسني. افرضي ما عاكس، خلاص باي باي. بس انا هروح اعاكسه؟ لا عاكسه كتير. طب هتلفتي نظره ازاي؟ لا ما لا هلفت نظر سد، يعني ما عنديش بلان انا هعمل ايه في الاخر، بس بيحصل. نشوف الفيديو الجاي. يلا. شيرين رضا، انت قلتي من اول لحظه انا شايفه ان موضوع الجواز ده كدبه او مشكله. طبعا. ده بالنسبه للناس اللي عندهم استقلاليه بس ولا لا؟ بالنسبة لي أنا شخصيا، يعني أنا بشوف أن فكرة الجواز، أنا بقولها في الفيلم يعني منظومة فاشلة، وده رأيي الشخصي أنا، أنك بتجيب اتنين ما يعرفوش بعض وبتخليهم يقعدوا ويشاركوا بعض في كل حاجة، في السرير وفي مصروف البيت وفي الولاد وفي الفلوس، أكيد هيتجننوا في الآخر. ده رأيي. أنت ضد منظومة الجواز بالشكل اللي احنا فيه دلوقتي؟ طب لما اتنين يحبوا بعض يعملوا ايه؟ هم حرين بقى. ما انا مش بكلمك على، انا مش بفرض رايي على اي اتنين بيحبوا بعض، انا بفرض رايي على منظومه الجواز اللي هو جواز الصالونات، وانت سنك اتاخر لازم تتجوزي، عارفه اللي هو ده اللي منظومه فاشله. انما لما اتنين بيختاروا بعض
هيكملوا او حتى لو ما كملوش، بس هما اللي عاوزين يعملوا كده. بس ليه مشروع فاشل؟ لان بيحصل ايه، بيحبوا بعض بيحبوا بعض بيحبوا بعض، وبعدين بيبقوا مش طايقين بعض. وشفت امثال قدامي قد كده، العيشه وشك في وشه على طول بتجنن. لازم يبقى فيه، لازم يبقى فيه مساحه، كل واحد يروح يعمل حاجته، كل واحد يروح سفرياته، يبعدوا عن بعض شويه. انما هو ده اللي بيجنن الناس. طب ايه اللي بيخلي ان هما بيحبوا بعض بيحبوا بعض بيحبوا بعض زي ما قلتي يقلب لمشاكل ويكرهوا بعض؟ مو عشان بتحطيهم زي ما بتحطيهم، بتحطي اتنين في علبه وبتحطي بقى عليهم. يعني هما الاثنين كانوا كل واحد عايش في بيته ومحدش عنده مشاكل، فيلا بقى نتجوز عشان نحل مشاكل ما كانتش عندنا اصلا، ما كانتش موجوده. لو حبيتي حد دلوقتي هتتجوزي؟ ما اعتقدش، ما اعتقدش. ما تعتقديش؟ لا لا، بس ممكن. لا لا لا، هقول لك ليه ما بقول ما اعتقدش ما بقولش لا، لاني اتعودت ان انا ما لازم اكون قد كلمتي. فلو قلت لك لا وبعدين بس انا عمري ما حنا، لو لقيت حد ان انا اتجوزه الجواز ده حي، ما هو ده هنبتدي بقى نحل مشاكل ما كانتش عندنا انا وهو. فلا مش هتجوز. اتجوزتي كم مره؟ مرتين. طيب ايه رايك في الاوبن ريليشن شيب؟ اي ثينك انها كويسه جدا للناس اللي عاوزه كده. ما انا ما اقدرش احجر على ناس هم عاوزين يعيشوا مع بعض بالطريقه دي، هم مبسوطين، برافو. شيرين رضا ممكن تدخل في علاقه او في اوبن ريليشن شيب؟ لا ما تناسبنيش، انا ما تناسبنيش. السن بيفرق معاكي في العلاقات؟ يعني لا. لازم الراجل يكون اكبر منك ولا ما بتفرقش؟ ممكن يبقى اصغر منك او اكبر منك، مش مهم. لا ما تفرقش معايا، انا السن بالنسبه لي انت عايشه ايه مش سنك. في ناس عندهم 20 سنه كانهم عندهم 60 بالمشاكل والمسؤوليات، فلا السن ما بيفرقش. ارتبطتي بحد اصغر منك قبل كده؟ لا ما اتجوزتش حد اصغر مني قبل لا كده. ارتبطتي؟ ارتبطت. حب؟ حبيت. والعلاقه ما نجحتش؟ لا مفيش علاقات بتنجح. كل العلاقات معاكي بتفشل؟ الظاهر انا اللي فاشله في الاخر. لا ليه؟ الظاهر انا. ما يمكن المشكله عندهم يا شيرين او عندي. ايه المشكله اللي انت بتعتبريها عندك في العلاقات؟ انا ما بحبش حد يفرض رايه عليا، ما بحبش حد يخنقني، ما بحبش حد يعد لي خطواتي، كل الحاجات اللي هي بتبقى في العلاقات دي. انت ما بتعمليش كده؟ لا خالص خالص. مش بتغيري خالص؟ لا ما بتغيريش خالص خالص. يبقى في ناس بتقول لو ما غيرتيش يبقى ما بتحبيش. لا بحب، بس الغيره ليه؟ يعني انا بالنسبه لي الحب مش لازم يبقى بين راجل وست بس، الحب حب عامه، راجل ستات. بحب القطط بتاعتي، بحب الكلاب بتاعتي، حب حب. انا لما الكلب بتاعي مثلا انت جايه تزوريني وهيروح يجري عليكي ويقعد يتنطط عليكي، هغير؟ هل ده معناه انه بيحبك اكتر مني؟ انا انه بيرحب بيكي دلوقتي. ايوه ليه جبتي المثل بس على الكلب؟ ما هو عشان كده، ما هو الحياه كده. يعني هو مثلا الراجل اللي معاكي راح شاف واحده حلو، راح يتكلم معاها شويه، هتاكله؟ هتاكل منه حته؟ ما تفرقش معاكي؟ لا ما تفرقش معايا. نشوف الفيديو الجاي. رفضت شيرين رضا الجواز من احمد فيشاوي. علشان هي ما بتحبنيش. وانت بتحبها؟ انا احبها قوي وبموت فيها. بس احنا برضو يعني هي ما بتحبنيش، مش عايزه تتجوزني. لسه بتحبها لحد دلوقتي؟ احنا عايز اقول لك احنا صداقتنا يعني وطيده جدا. انا شيرين بموت فيها، بحترمها جدا، وبشوفها انها ممثله من العيار الثقيل، وده ما كانش موجود. يعني شيرين لما ابتدت كانت البنت الحلوه اللي بتطلع مع احمد زكي، يعني ما كانش عندنا حاجه غير كده. بس شيرين اثقلت موهبتها واشتغلت عليها وركزت في شغلها وبقت من اهم الممثلات في الوطن العربي النهارده. دي حقيقه، كلنا بنحب شيرين رضا كممثله وكلنا عارفين قدراتها التمثيليه، وزي القمر طبعا. بس انا هنا بقى بتكلم احمد الفيشاوي،
شيرين رضا الست. الست انا بموت فيها، بحبها حب يعني جام جدا. عرضت عليها الجواز؟ بس هي ما وافقتش. ليه ما وافقتش؟ يعني حب من طرف واحد؟ يمكن. تعليقك بقى ايه على الكلام ده بما ان ضيفتي النهارده احمد الفيشاوي؟ اظن انت عارفاه وكلنا عارفينه، يحب يتكلم كتير وبلا بلا 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 كتير، بس لذيذ ودمه خفيف وقلبه طيب، بيغلط وبيقول كلام فاضي كتير بس في الاخر قلبه طيب جدا. فعلا عرض عليكي الجواز ولا كان بيهزر؟ بيهزر. عرض عليك جواز امتى يعني؟ هو نفسه. بس ما جاش قال لي انا عاوز اتجوزك. لا. طب لو قال لك؟ لا. نور بنتك قلتي ان هي ربتك، ازاي؟ انا خلفتها وانا صغيره قوي. ربتني انها حجمتني، انها علمتني الادب، وعلمتني ان انا اخاف على نفسي، وان انا عارفة كل الحاجات اللي انت بتتعلميها في المدرسة ومن أهلك ده. لا لا، أنا بنتي اللي علمتهولي، لأن أنا كنت شقية وكنت عايشة في أمريكا، فلما جبتها تعلمت الأدب مظبوط. حجمتك عن إيه؟ حجمتني إن أنا أبقى وايلد، إن أنا ما يهمنيش حد في الدنيا، إني أضربها صرمة، لأن أنا من الشخصيات دي. ما بتفكريش قبل ما بتتصرف؟ بفكر وكل حاجة، بس لما يبقى عاوزة أعمل حاجة قوي هعملها. تربيتك المنفتحة يمكن خلتك في صدام مع المجتمع دلوقتي؟ لا، أنا ما عنديش صدام. يمكن المجتمع عنده صدام معايا. بس أنا ما عنديش صدام مع المجتمع. أنت شخصية هجومية؟ لا لا لا، أنا شخصية أنا بحب أضحك وبحب أبقى بوزيتيف، ما بحبش النكد، ما بحبش أتخانق، ما مش هجري وراكي عشان اتخانق معاكي. بس لا، لو حد هاجمني هاكله. بالظبط كده، هتاكليه. اه، رد فعلك بيكون عنيف وسريع. جدا. مين هبشك في الفتره اللي فاتت؟ انا هبشت مين؟ هبشت لسه النهارده الصبح. هبشتي مين؟ صحوني من النوم، يعني انا عيانه واخد ادويه، كميه ادويه علشان انام، صحوني من النوم عشان حاجات عبيطة الصبح فأكلتهم. عملتي إيه؟ زعقت. صحوني ليه؟ يعني ما تحرق كل حاجة، أنا عيانة. يعني أنا مش مثلا جايبة أمثل عليكم إن أنا عيانة، شايفاني بقى عيانة ليه بتصحوني؟ يعني ده اليوم الوحيد اللي ممكن أنام فيه، كل يوم لازم أصحى بدري، اليوم الوحيد لا لا، هبشتهم بقى، مش هقدر أوريكي هبشتهم. قلتي لو أنا صغيرة دلوقتي أهلي كانوا دفنوني بالحياة، ليه؟ أنا لو كنت صغيرة دلوقتي؟ قلتي كده. لا، عمر ما أهلي هيدفنوني بالحياة. أنا بهزر كتير، يعني أنا مش كل كلامي ده جد، أنا بحب أهزر كتير، ولازم الإفيه، لازم أقول إفيه في نص كلام. بس أهلي عمرهم ما هيدفنوني بالحياة، بالعكس متفاهمين جدا. يعني امي وابويا ناس متفاهمه جدا. ابويا علمني من وانا صغيره، اداني حريه وعلمني المسؤوليه، عشان ابقى قد اللي انا بعمله. فلا، مش هيدفنوني بالحياه. لما المواقع والجرايد بينتقدوا شيرين رضا في لبسها، في سلوكياتها، في سهرها، رد فعلك بيكون ازاي؟ ما بقراش الكلام ده، ما يفرقش معايا. اصل لا هبطل سهر ولا هبطل خروج ولا هبطل انبسط علشان واحد رأيه كده. يعني هو رأيه، هو حر، ما يخرجش هو، ما يسهرش هو، عاوز يجي ينتقدني ينتقدني. انت حر، عندك مساحة في جورنال تتكلم فيها، تقول كلمتين، قول. شربتي مخدرات في فترة من حياتك؟ لا، مخدرات خالص؟ مخدرات دي حاجة، كلمة كبيرة قوي. طب ممنوعات؟ بصي، الكلام في الحاجات دي اوكي، احنا برضو اجان، احنا عايشين في مصر، احنا عارفين ان كل الناس بتعمل ايه، اوكي. بس انا كواحده ممثله، انا قدوه لناس كتير، ناس كتير بتبص لي، فما ينفعش ان انا اطلع في صوره وحشه قدامهم، علشان في بنات صغيرين وبنات، انا بكلم تينيجرز،
يعني 16 سنة و 17 سنة لما يسمعوني إن عليا إن أنا بقول الغلط على نفسي، وهم حيقول طب ما هي عملت معنا كمان أجرب. ف لا، فأنا بحاول دايما إن أنا أبقى على الأقل إن أنا أوكي بهزر وأضحك وأقول كلام غلط، بس إن أنا ما أقدرش أوري نفسي قدامهم وحش عشان ما حدش يقلدني. من الحاجات المشتركة من مواليد برج السرطان الإيجو. عندك إيجو؟ لا، ما عنديش إيجو. يعني أنا مثلاً المهرجان أنا بكره حاجة اسمها ريد كاربت، بكره أتصور، نعم ما أعرفش أعمل الكلام، ما أعرفش، ما بحبش، مش عاوزة ألبس كل يوم فستان جديد وأعمل ميك اب جديد وشعر جديد، مش عاوزة أعمل ميك اب خالص. فأنا أنا ما عنديش إيجو، مش عاوزة أشوف اسمي بالنيون على السينما، مش ده اللي عندي. أنا بمثل عشان أنا عاجبني التمثيل، ما يهمنيش الحاجات دي. هعرض لك مجموعة من الصور وعايزة منك تعليق عليهم. يلا. ده مكان من دولة صربيا. أنا كمان عمالة بقول إيه ده؟ ده من بلغراد، بلد البرلمان. أمي. آه بلد أمي. أنا كمان عمالة بالظبط كده. عمرك زرتيها؟ من وأنا عندي سنة بروح. كل سنة بتروحي؟ آه، وأنا صغيرة كنت كل سنة بروح مع أمي، بنقعد شهر، شهر ونص بس. قعدت فترة الحرب بتاعتهم ما رحتش، ومامي ما كانتش راضية إن أنا أروح خالص. وبعدين لما نور اتولدت أخدتها وهي عندها 3 أشهر، وديتها. وبعدين قعدت برضو فترة طويلة ما رحتش، وبعدين رحت بقى قريب. علاقتك بعيلة والدتك عاملة إزاي؟ كويسة جداً، بحبهم. عندي خالي ومرات خالي وابن خالي، وهو اتجوز وخلف 2، فعندي عيلة هناك. ده غير بقى بقية العيلة. يعني آخر مرة روحتي كان إمتى؟ من فترة طويلة؟ يمكن 6-7 سنين ما روحتش. بتشغل في الصيف، عاوزة صيف، والشتا بشتغل، فما عنديش وقت إن أنا. ده غلط، تعب، انا ما راحش فعلا. نشوف الصوره الجايه. نادي الزمالك. انا عرفت ان انت زملكاوي، قلت افرحك واجيب لك اللوب. بحب نادي الزمالك من وانا صغيره. يعني عاوزه نادي الزمالك يكسب على طول. ولا هل ما بيكسبش على طول؟ ما بيكسبش على طول للاسف. بس بتحسي بايه؟ احنا تعودنا كزملكاويه ان احنا ما بنكسبش. بتتخانقي مع الاهلاويه من الوسط الفني؟ لا خالص. طب مين بيحضر معاكي ماتشات؟ انا ما بحبش اعمل حاجات تضايقني، فبطلت اتفرج على ماتشات خلاص. فقدتي الامل نقدر نقول؟ تقريبا. بقيت يعني ايه، زعلت. يعني انا هفضل طول عمري زملكاويه، وبس بقى لي سنين طويله ما بتفرجش على ماتشات عشان الاعصاب. ما تتشديش. طيب في صوره تانية هوريها لك. بابي حبيبي. كانت دي راقصه اسمها ازميرالدا من امريكا اللاتينيه. شفتي الصورة دي قبل كده؟ لا. أنا مبسوطة إن أنا شايفة أبويا تخين في الصورة دي، لأنه هو عيان دلوقتي قوي وخس قوي. سلام قوي قوي. سلام. وخس قوي، فإن أنا أشوفه هو عنده كرش دي حاجة تفرحني، اللي هو زي ما أكون بشوفه زمان تاني. علاقته بحفيدته عاملة إزاي؟ بيموتوا في بعض هما الاتنين، بيموتوا لان انا وحيده، ولما جبتها وانا صغيره، فهم كانوا لسه معتبريني البيبي بتاعتهم، فالبيبي جابت البيبي. ودلوقتي هي في الجامعه ولا خلصت جامعه؟ لا، هي خلصت جامعه، بقت اختك. يعني هي اختي من الاول. اختك من الاول. هي بتغني؟ بتغني كده. صوتها مش حلو؟ لا، صوتها حلو بس ملهاش في الغنى ومش بتتمرن، بس اختها هي اللي بتغني حلو. طيب في صورة تانية هوريها لك. فاكرة الصورة دي؟ فاكراها. تامر شالني
أنا مش فاكرة شالني ليه. يمكن كنت لابسة كعب ولا حاجة ومش عارفة أنزل السلم هتكعبل، فرح شايلني عشان ينزلني. ده كان في افتتاح فيلم؟ لا ده كان في مسلسل. مسلسل؟ م-م. طيب تحبي تقولي لتامر عبد المنعم إيه دلوقتي؟ هاي أخبارك إيه؟ ولا حاجة. ما بتتكلموش خالص؟ لا بنتكلم بنتكلم. يعني صداقاتك لسه موجودة من زمان؟ يعني ممكن. بصي البني أدمين حياة بتمشي كده، ساعات بتتخنقي وساعات بتبقي كويسة، إنما أنا ما بحبش إن أنا أخسر حد. إيه اللي اتغير في شيرين رضا من الفترة اللي فاتت؟ إن أنا بقيت أكبر مخي أكتر، يعني بحاول إن أنا أكبر مخي أكتر عشان ما تشلش. استنونا بعد الفاصل. رجعنا مرة تانية بعد الفاصل وأنا والفن. هنوريلك في الأول بروفايل لشيرين رضا. يلا بينا. يلا بينا. شيرين رضا زي ما ورثت جينات الجمال من الأب والأم، ورثت جينات الفن من الفنان العالمي الكبير أستاذ محمود رضا والعم علي رضا مؤسس فرقة رضا للفنون الشعبية. الجينات دي ما خدتش وقت كبير عشان تظهر للنور. مشوار شيرين بدأ من سن 11 سنة، اشتغلت موديل إعلانات، وأول إعلان ليها كان إعلان ليسيكو، ومن تاني إعلان وشها بقى معروف ومحبوب من قطاع كبير من الجمهور، وده كان السبب إنه يفتح قدامها باب الشغل في الفوازير، وده كان سنة 89 مع المخرج الراحل فهمي عبد الحميد في فوازير فنون. شيرين كمان اتعلمت فن تصميم الأزياء في لوس أنجلوس، وبعد المرحلة دي جالها أول دور في فيلم نزوة سنة 96 قدام أحمد زكي ويسرى، وتحت إدارة مخرج بحجم الأستاذ علي بدرخان. والحقيقة كان في إشادة بأدائها كوجه جديد في دور مساحته كبيرة. طب هي وبتدافع عنه عشان بتحبه، أنت بقى بتدافع عنه ليه؟ عشان راجل زيك؟ وترجمت الإشادة دي لدور بطولة قدام أحمد زكي مرة تانية في فيلم حسن اللول سنة 97. توقع ناس كتير إن الانطلاقة دي هتستمر والنجمة هتلمس السماء، لكن حصل حاجة تانية خالص. حوالي 10 سنين من التوقف عشان رعاية بنتها، لكن يا ترى رعاية بنتها بس كانت السبب؟ قال البعض إن حياة شيرين رضا الشخصية وتقلباتها المزاجية وجموحها وعدم رعايتها لموهبتها وعدم اجتهادها بالشكل المطلوب كان ليهم برضو دور كبير في التوقف وفي التخبط اللي أصاب مشوارها المهني. المناظر اللي حصلت النهاردة دي أنا ما بحبهاش، جو الخناقات والتفاهة دي لو عاوز تدوس فيه يبقى بعيد عني، أوكي؟ رجعت شيرين رضا في 2006 بدور في فيلم ركيك وهو أشرف حرامي. فعلاً واضح، بس كويس إنه جالنا عشان نظبطه ونفهمه غلط. بداية جديدة من الصفر مستمرة من 11 سنة سينما وتلفزيون، ولكنها جذبت انتباه الناس بشدة في فيلم الفيل الأزرق. بس الحدر مع بسمة شيء تاني، شيء ما بنساش، شيء أنا أول مرة أشوفه. وفي مسلسل بدون ذكر أسماء عشان تغير الصورة الذهنية الشائعة عنها، وهي إنها وجه جميل فقط. يا راجل يا كهنة، مش أنا لوحدي اللي نفسي اتقطع، ما تبص لنفسك الأول. تألقت مؤخراً في دور فيه شبه كبير من شخصيتها الحقيقية في مسلسل لا تطفئ الشمس. أنت كنت صاحبي، أنت كنت في حياتي، أنا كنت بحبك، اطلع برا، مش عايز أشوف وشك تاني، اطلع برا، برا. وأخيراً فيلم فوتوكوبي اللي حاز على إعجاب ناس كتير في مهرجان الجونة. مستنية أشوف فوتوكوبي، سامع عنه كلام كتير. وشيرين هتكسر الدنيا. في النجم عمرو واكد مثلاً كتب على حسابه الشخصي في تويتر: مستعد دلوقتي حالاً أهدي جايزة أحسن ممثلة بجدارة للفنانة الموهوبة والمجتهدة شيرين رضا. هل شيرين رضا في طريقها أنها تبقى ممثلة كبيرة وتقيلة ومتنوعة، ولا لسه هتمشي في طريقها خطوتين قدام وخطوة لورا؟ تعال. واو. البروفايل اداك حقك ولا أكتر من حقك؟ اداني كتير قوي، كتير قوي. مبسوطة يعني. وانتي مبسوطة جدا. قوي قوي يعني. في
كنتش عارفة ان انا عملت كل ده. انجزتي بعد ال 11 سنة لما رجعتي بقالك 11 سنة ولا قبل ال 11 سنة؟ لا انا ابتديت اعلانات وانا عندي 11 سنة وبعدين كملت في الاعلانات وبعدين فوازير وبعدين سكت شوية من فيلمين مع احمد زكي وقفت بقى 10 سنين. احنا عرفنا بقى اللي وقفت ال 10 سنين دي انت كنتي بتقولي علشان بنتك تربية بنتك ده فعلا حقيقي كنتي بتربي بنتك في الفترة دي عشان كده بعدتي؟ بصي انا اشتغلت فعارفة النهاردة انت ما عندكيش مواعيد كممثلة تعالي الساعة 4 الصبح يعني لما يكون عندك كاميرا الساعة 6 الصبح انا لازم امشي من بيتي لازم اكون في قصدي في التصوير 4 الصبح لازم اصحى الساعة 2 الصبح فلازم انام الساعة 7 بالليل فاهمة؟ فازاي تعرفي تربي طفلة؟ وبعدين انا كنت بربيها انا لوحدي يعني انا عشان انا الام فمين اللي هياخد باله منها؟ امي؟ ما امي عم ربتني انا ليه هحط علي فوقيها كمان مسؤولية تانية؟ النانيز ما حبيتش ان بنتي تتربى مع النانيز فان انا ما اشتغلتش كان علشان اربي بنتي عشان يبقى عندي وقت كبير ممكن بقى في الوقت ده اسافر اخرج اعمل بس انا موجوده متفرغه لها. ليه الفوازير كانت اوحش ايام حياتك؟ يا خبر لاني ولا ممثله ولا مغنيه ولا راقصه فكان يعني نايتمير بالنسبه لي. كابوس. طب قبلتي ليه؟ ما اعرفش كان عندي كام بيبي معرفش قبلت عشان انا بحب اقبل حاجات غريبه قبلت وقلت يلا بس ما تخيلتش ان انا مضطره اسجل 30 اغنيه وكل اغنيه فيهم فهمت بقى بعد ما كبرت ان كل اغنيه ما حدش عارف تون صوتي ايه فانا تقريبا بغني الكورال فاغنيه غني كده اغنيه غني كده انا مش عارفه اغني محدش بيساعدني ومحدش عنده وقت ان هو يغير حاجه فهي الأغنية بتتعمل علشان مدحت صالح لأن هم عارفينه أنا بقى أغني الباقي وخلاص زي ما تطلع. أسوأ لحظة مرت عليكي كممثلة وشكيتي بقى في قدرتك هل أنا ممثلة شاطرة؟ لا ممثلة مش شاطرة. الفوازير؟ لا دلوقتي في تمثيل دلوقتي في الفترة الأخيرة. لا ما عنديش فترات بالعكس أنا بنبسط في كل عمل أنا بعمله بحب بجد بحب يعني مش بروح بس عشان لازم اروح التصوير لا انا مبسوطه انا عاوزه انجز حاجه عاوزه احب الشخصيه عاوزه اديها كل حاجه لا ما حصلتليش موقف طبعا بيحصل مواقف في التصوير بتبقي عاوزه تموتي كل الناس بس لا بس مستمتعه في فتره التمثيل جدا بما انك اتكلمتي في قصه الاعلانات ان هي كانت اسعد ايام حياتك والفوازير ما كانتش حلوه بالنسبه لك خالص. لكن التمثيل لقيتي نفسك لقيت نفسي فيه وخصوصا في المرحله دي لما كله بيشيد بشيرين رضا وبادائها وبنضجها في التمثيل انا مستغربه جدا مستغربه لاني مش يعني زي ما قلت لك انا ما عنديش ايجو انا مش بعمل ده عشان مستنيه حد يقول لي انا مره كنت عند بابي في البيت وكان في حد عاوز يعمل عليه فيلم تسجيلي فبيكلمني انا وبيكلم عليا بيقول لي لما كسبت جائزه احسن ممثله قلت له انا ما كسبتش جائزه احسن ممثله قال لي لا كسبت قلت له لا ما كسبتش انا نسيت فهمتي قصدي انا مش قاعده بقى حاسه ان انا عارفه لا خالص انا فعشان انا بشتغل بالحب وبالتركيز ده مستغربة إنه في ناس برضو ملاحظة مبسوطة مش حاسباها لا خالص تيجي زي ما تيجي نشوف الشهادة الجاية بالنسبة لتقييم شيرين رضا كام من 10 نقدر نقول إن شيرين رضا حياتها الفنية منقسمة إلى قسمين القسم الأول وقت شبابها اللي قدمت فيه تجارب زي نزوة أو حسن اللول ده نقدر نقول إن هي ما كانتش ممكن تحصل على أكتر من 4 من 10 لأنها كانت مجرد وجه جميل القسم الثاني هو بعد عودة شيرين رضا مرة أخرى إلى التمثيل وتقديمها لأدوار كتيرة في بعض منها مميز نقدر نقول إنها وصلت لمرحلة 7 من 10
شيرين رضا قادرة على التلون في الأداء على مستويات كتير جدا، ونقدر نرصد ده بسهولة شديدة إذا قارنا ما بين دورها فيه بدون ذكر أسماء ودورها في فيلم زي خارج الخدمة مع أحمد الفيشاوي. ولكن هذا التلون مرتبط ارتباط أساسي بعنصر محدد، وهو من هو المخرج التي تقف شيرين رضا أمام الكاميرا الخاصة به. إذا وقفت أمام مخرج قادر على أن يلونها فهي بتتلون، ولكن إذا وقفت أمام كاميرا مخرج غير قادر على ده فأدائها بيكون محايد وأحادي، ومن هنا بيخسر المخرج كتير من التلوين اللي ممكن شيرين تصبغه على الشخصية. أما الأدوار الأخرى اللي قدمتها شيرين رضا وكان فيها قدر من البهتان أو قدر من قلة التلون، نقدر نقول طبعا أن أبرزها دورها في لا تطفئ الشمس، لأن الشخصية كانت أحادية البعد على مستويات كتيرة قوي، وظهرت وكأننا شاهدناها من قبل في أدوار سابقة قدمتها شيرين. رأيك إيه بقى في تقييم الأستاذ رامي عبد الرازق في أدائك كممثلة؟ إن أنت اتنقلتي من 4/10 ل7/10. حاجة ظريفة جدا، شكرا. شكرا. فعلا دورك كان باهت في لا تطفئ الشمس؟ ده معرفش. يعني الدور كان صغير وكان محدد في حاجة معينة، وعملنا اللي احنا كنا عاوزينه. بس لا، أنا ما كنتش هو مش دور، هو أنا كنت ضيفة على المسلسل ده. بس دور باهت ما أعرفش، كل واحد له رأي. أنت رأيك إيه؟ أنا حبيت الدور. حبيتي؟ حبيت واستمتعت بيه وكنت مبسوطة بيه جداً. ردود الفعل اللي جات لي عليه كانت حلوة قوي. مين أفضل مخرج أدار موهبة شيرين رضا؟ المخرج اللي بيوجه هو اللي... اديني بالاسم. تامر محسن. تامر محسن انبسطت جدا معاه في الشغل، مع بدون ذكر اسماء، لان هو موجه. هو ده لا ما تعمليش كده، لا ما تقوليش كده. انا بحب المخرجين دول. ومين اسوأ مخرج ادار موهبتك وخلى حضورك باهت؟ تقريبا في فيلم اللي معتمر عبد المنعم، اللي انا مش عارفه اسمه ايه. اشرف حرامي. اشرف حرامي. وإيه؟ ما كانش فيه فيلم، ما كانش فيه دور، كان للأسف يعني. لأن أنا اللي خلاني أعمل ده إن أنا قريت السيناريو، قعدت أضحك ضحك، قعدت أضحك بجد، وبعدين لقيت إن أنا بجدي هيبقى شعبان عبد الرحيم، فلازم أعمل الدور ده. فاهمة قصدي؟ إنما طلع حاجة مش حلو في الآخر للأسف. في أدوار تانية ما حبيتيهاش؟ لا، ما بالعكس، أنا مبسوطة بكل الأدوار بتاعتي، حبيتها كلها. تعالي نشوف الشهادة الجاي. الفنان الناضج هو اللي بيقدر ياخد من خبراته الشخصية السيئة أو السلبية ويضع في خبراته الإيجابية على مستوى التمثيل. نقدر نقول تحديداً إن شيرين رضا قدرت بشكل أو بآخر إنها تحقق معادلة الفنان القادر على أن يأخذ من مشاكله الشخصية ويضع في خبراته الفنية، بدليل إن ظهورها في السنوات الأخيرة حمل قدر كبير من الخبرة التي لم تكتسبها من التمثيل، ولكن اكتسبتها من حياتها ومن مشاكلها الشخصية. ايه رأيك بقى في التحليل ده، سليم ولا مش موافق عليه؟ طبعا احنا كلنا لازم بناخد من حياتنا الشخصية. مش لازم تكون الموقف ده حصل لك، بس ممكن يكون حصل لحد سمعتي عليه شفتيه. فانا لازم تاخدي من الخبرات، وده حقيقي. انا باخد من اللي حصل لي في حياتي ومن اللي حصل لغيري. التجارب الصعبة اللي مرت بيها شيرين رضا وأثرت أو حسنت في أدائك كممثلة؟ لا مش عارفة، يعني أنا ما حصليش ولا حاجة من اللي حصلت للشخصيات اللي أنا عملتها دي. مفيش، ما أعتقدش إنه في موقف من دول حصل لي أنا، ولا في أي حاجة من دول، بس حصل لناس بقى قريبين مني. يعني معقول يا شيرين ما حصلش اي حاجه معاك؟ يعني هقول لك، خيانه نفسيا، تعبتي، انهيار ونسيتها نفسي. ونسيتها يعني على بال ما نسيتيها مريتي بفتره. ده ممكن يكون اثقلك واثقل موهبتك. اكيد ساعد في ان انت تكتسبي خبرات. يعني انا عاوز اقول لك حاجه، ان انا مش بفتكر الوجع عشان ما اوجعش نفسي. انا
بحبش افتكر. برافو، نشوف الشهاده اللي بعد كده. دور شيرين رضا في لا تطفئ الشمس عن الفنانة العدمية المستمتعة بحياتها، أتصور إن هو الصورة اللي بتحاول شيرين رضا في الفترة الأخيرة تصدرها للجمهور. لا أحد يعرف حقيقة كيف تعيش شيرين رضا حياتها الشخصية، ولا يهم الجمهور كيف تعيش شيرين رضا حياتها الشخصية، ولكن هناك صورة ما تحاول شيرين أن تصدرها، وبالتالي هي تقبل مثل هذا النوع من الأدوار لأنه بيدعم هذه الصورة. ربما كانت هذه الصورة هي دعاية بشكل أو بآخر، ربما كانت هذه الصورة هي ما تريد شيرين أن تجعل الناس يتصوروها عنها، لكن ما هي الحقيقة تحديدا؟ شيرين فقط هي التي تملك الإجابة عما إذا كانت الشخصية قريبة من حياتها الشخصية أم لا. بتحاولي تشدي الانتباه؟ لا، احنا اتفقنا في الأول أنا ما عنديش إيه، يعني هل أنا مثلت الدور علشان الدور ده يشبه لي في حياتي؟ فبيتكلم عن أخبارك. أخباري؟ لا، أنا ما بحاولش إن أنا أصدر لأي حد حاجة، يعني أنا ما باخدش مصور معايا وأنا خارجة، ما حدش يعرف أنا بعمل إيه وفي البيت ولا فين، ما حدش يعرف حاجة عن حياتي الشخصية، إنما إن أنا أبقى بعمل دور علشان هو ده الدور يشبه. طب أنا إزاي خليت تامر حبيبي يكتبه؟ في فنانين كتير قوي بيخرجوا وبيسهروا وعايشين حياتهم بس ما نعرفش عنهم حاجة. اشمعنى شيرين رضا أخبارها مالية الدنيا؟ أنا بجد؟ أو صورك؟ طب عشان الناس بتبقى عاوزة تتصور معايا وأنا بقول لهم أوكي، فبيبقى عارفوا أنا خرجت رحت فين. طب هو عيب الخروج؟ هو عيب السهر؟ لا طبعا. أنت على المستوى الشخصي شخصية عدمية؟ شخصية إيه؟ عدمية. يعني إيه عدمية؟ يعني بتحاولي تنبسطي وخلاص ومالكيش دعوة بقى باللي حصل أو باللي جاي، بتعيشي اللحظة بالظبط دلوقتي. أنا كده فعلا، ده أسهل. يعني أصل أنا، أنت تعرفي هنقدر نعيش؟ أنت تقدري تقولي لي توعديني أنا هعيش لبكرة أو لأ؟ ما أعرفش، فأنا ما عنديش غير دلوقتي، هي الفت حاليا اللحظة اللي احنا فيها دي هي الحاجة الوحيدة اللي أنا أملكها، فأعمل بيها إيه بقى؟ أزعل ولا أنبسط؟ فأنا بختار إن أنا أنبسط. طيب تعالي فيه بقى فيديو تاني عايزاكي تبصي عليه. يلا. برنامج بنحارب كل الفن الهابط في مصر، بيجي لنا كل كبار. طب ليه تحاربوا الفن الهابط؟ الفن الهابط لذيذ. عاجبك في الحاره سجاره؟ لازم يبقى فيه، لازم يبقى فيه فن لكل الاذواق. مش لازم يبقى ذوقك ولا ذوقي ولا يعني ايه فن كويس وفن هابط. في لكل الاذواق. الفن الهابط اللي مش عاجبكم ده في ناس بتحبه، مش بيعمل فلوس. صح. الفن الهابط لذيذ، اصل مش يعني هو مسميه فن هابط، إنما غيره مسميه فن بس من غير كلمة هابط. فأنا مش شايفة إنه لو أنا بحب كلاسيكال ميوزك مش معناها إن الأغاني العربي وحشة، مش معناها إن أغاني المهرجانات وحشة. كل واحد ليه، كل حاجة ليها جمهورها. بتحبي أغاني المهرجانات؟ بتسمعيها؟ معرفهاش اسمها إيه بس بسمعها، يعني ما عنديش مثلا في العربية سي دي ولا حاجة كده، بس بسمعها لما بخرج، بحبها جدا. انا شايفه انه ده فن غريب جديد احنا اللي اخترعناه. طيب بمناسبه بقى الهابط واللذيذ، ايه من فنك او كان من شغلك كان هابط بس لذيذ؟ ايه كان هابط؟ ممكن اعيد التقرير تاني عشان افتكر. لا انت اكيد فاكرة. لا اللي كان هابط هو الفيلم أشرف حرامي، ده اللي خسارة. اللي خسارة إن هو ما طلعش حلو، لأنه بجد كان مكتوب حلو، بجد كان يضحك. فغير كده لا، أنا عملت كل أعتقد يعني إن كل اللي أنا التاني اللي عملته غير كده كان كويس. يعني اشتغلت مع مروان حامد، اشتغلت مع علي بدرخان، حتى اللي هو الفترة الزمان اللي بيقولوا عليها فيها 4/10، بس دي مش أفلام هابطة. مع علي بدرخان، مع نادر جلال، دول مخرجين هايلين، تامر محسن، محمد شاكر. لا بس ما حدش قال على الأفلام دي إن هي هابطة. لا هو كان بيقيمك أنت كممثلة. بتاخدي كام من 10، لكن ما حدش قال إن الأفلام دي هابطة، لا خالص طبعا. طيب إيه اللي ممكن يخليكي تقفي بقى عن التمثيل مرة تانية؟ بس المرة دي هتكون للأبد خلاص. لو ما لقيتش الأدوار اللي تناسبني،
يعني أنا علشان أشتغل وعلشان أدي فن وعلشان أبقى كويسة فيه لازم ألاقي حاجة تناسبني، تناسب عمري. يعني ما أقدرش أروح أعمل واحد بنت واحدة في المدرسة، تناسب قدرتي. لو ما لقيتش الحاجات دي هبطل في يوم من الأيام اشتغل حاجة تانية. نشوف الشهادة الجاية. يلا. أعتقد أن نقطة الضعف الرئيسية في أداء شيرين رضا هي أن هي لما بتيجي تعمل أدوار شر بيبقى عندها أبعاد أفعوية شوية، يعني بيبقى فيه درجة انفعال مليانة شوية فحيح شوية حاجات زي كده. لما تكررت بصراحة في بعض الأدوار حسيت أنها مش أعظم حاجة. إيه ردك بقى؟ أفعوية يعني جاي من الأفعى؟ جاي من الأفعى وفحيح يعني أدائك فيه مبالغة من الآخر. طيب حاول أحسن منه عشان خطره. هتحسنيه إزاي طيب؟ مش هبقى منفعلة قوي كده. هتاخدي كورس مثلاً تمثيل؟ لأ؟ هطلع من اللي جوايا، هطلع أنا بخاف من كورسات التمثيل عشان ما نبقاش كلنا نشبه بعض. بتاخد من أداء الممثل ولا بتضيف له؟ معرفش، بس أنا بحس إن ما هو أصل ما مش كل ممثل ليه اللي بيدي له الكورس بتاعه، هو في واحد بيدي ناس كتير. آه بس في ممثلين كتير في مصر أو برا مصر في العالم بياخدوا استوديو ممثل. آه ما أنا عارفة، بس أنا مش عارفة أنا أقدر أعمل كده ولا لأ. خايفة إنه أنا أتأثر باللي هيديني الكورس ده. عاوزة أصل دي اللعبة بتاعتي أنا، فأنا عاوزة ألعبها بطريقتي أنا. مش لازم أعجب كل الناس، وعمري ما هعجب كل الناس. هحاول أحسن من نفسي. آه لما بسمع نقد هحاول إن أنا أشتغل عليه، ومش هحاول لا هشتغل عليه، إنما برضو في الآخر مش هعجب كل الناس. طب أكتر موقف انهارتي فيه؟ مش عارفة برضو مش فاكرة. إزاي مش عارفة؟ يعني مش عارفة إيه اللي أنا ممكن أكون انهارت فيه. في كلب بتاع واحدة صاحبتي مات فقعدت عيطت. مرة القط واحد من القطط بتوعي سابوا الباب مفتوح وهرب في وطلع في الجونة، وقعدت أدور عليه ساعتين وصوت، وهو القط اسمه حبيبي. أنت بتسافري بيهم؟ آه. أنت عندك كم قطة في البيت؟ كتير قوي. طب كملي القصة. فهو اسمه حبيبي، فحبيبي خرج فتفرجي عليا بقى وأنا ماشية في الجونة، حبيبي حبيبي. أكيد الناس سألت عليا مجنون. ولقيتيه؟ آه لقيته. طب نرجع تاني، بتتحركي بيهم في كل سفرياتك؟ مش كله، ما اقدرش دلوقتي عندي عدد مهول. لا ما بتحركش بيهم كلهم، يعني الصيف ده اخدت واحد بس، قطه وكلب. السنه اللي فاتت كنت واخده مثلا اربعه حاجه كده. لسه بترقصي؟ برقص ايه يعني؟ للاسف ما عندناش حاجه فيها رقص دلوقتي. انتي رقصتي وانتي عندك 14 سنه مع فرقه رضا مظبوط؟ بس لا الرقص ده لا بطلتي. للاسف. ليه بقى؟ ما كنتش بعرف يعني، هو مش سهل زي ما بنشوفه، يعني بيعملوا بروفات كتير قوي قوي وعندهم تكنيك معين انا ما عرفتش اعمله. انا ما عرفتش. طيب بعد القطط نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا. استنونا بعد الفاصل. رجعنا مرة تانية مع أنا والآخرون. لو هتسافري في رحلة ذهاب من غير عودة خارج كوكب الأرض، إيه الحاجات ومين الناس اللي هتاخديهم معاكي؟ هاخد بنتي، صحابي. صحابك؟ طيب مين؟ بالأسامي يعني. هاخد الناس القريبين، الناس اللي بحب أعيش معاهم، يعني جربتهم في العيشة وعجبوني. طيب زي مين؟
في نادية ومنة وغادة ودينا و ناس كتير قوي كتير إيه كل دول جربتيهم واتبسطتي معهم في من الفنانين هتاخدي مين؟ من الفنانين هاخد معايا غادة عادل ومنة و منة شلبي؟ اه منة شلبي و تامر حبيب لازم وكمان دول انا قادره افكر فيهم دلوقتي. طب الحاجات مروان بقى هتاخديها ومروان حامد ومروان حامد ايه الحاجات بقى كمان اللي هتاخديها معاكي؟ هاخد قطتي كلهم والكلب و مش عاوزه ولا تليفون ولا تشارجر ولا كمبيوتر ولا اي حاجه مش عاوزه الحاجات دي سوشيال ميديا لا خلاص مش عاوزه الحاجات دي خالص دي حاجات حاسبها هنا اهو بس هاخد ايه مع يعني كتب اللي انا بحبها المزيكا اللي انا بحبها انما بتقري ايه تكنولوجي اقرا كل حاجه بحب انا بحب اقرا انا اتعلمت من وانا صغيره من اهلي القرايه امي كل يومين كتاب جديد كل يومين ممكن تبقى نوفل ممكن تبقى كتاب حد كاتبه عن نفسه عن قصة حياته مين الكتاب اللي أثروا فيكي؟ أحسان عبد القدوس بحب طريقة كتابته بحب أحمد مراد طريقة كتابته كمان في يعني في كتير قوي قريت كل حاجة يعني قريت كتير بحب اقرا بتتسامحي مع الاخرين ولا لو صباعك وجعك بتقطعيه على طول لا اتعلمت ان انا اتسامح مع الاخرين لان الحياه قصيره قوي ان انت تقعدي تقطعي في صوابع عارفه هفضل همشي من غير صوابع خالص لو قعدت اقطع كل الناس يعني نقدر نقول ان كل الناس اللي غلطوا في حق شيرين رضا اتسامحتي معاهم كلهم لا ما اكيد مش كلهم بس خلاص مش متضايقه يعني مش متضايقه من زمان لانه عدت بتشوفي اننا مجتمع كذاب ومنافق جدا لاي درجه عاليه قوي احنا كلنا كذابين يعني زمان واحنا صغيرين لما انا كنت صغيره انا وصحابي كنا ايه نروح نسال الناس لو سمحت فين سفرت اسكندريه يقول لك في الشارع اللي جاي جنب سفرت مفيش حاجه اسمها سفرت اسكندريه طب ليه بتقولوا كده ليه لازم تبقى عارف كل حاجه وليه لازم تبقى عارف مكانها فين عارفه هو ده احنا علشان احنا فهلويين فالفهلوي لازم يكس انت قلتي دلوقتي ان احنا كلنا كذابين كلنا كذابين ايه اللي ما جاوبتيش عليه في الاسئله دي او داريتي الاجابه في الحلقه النهارده بصي في حاجات في شخصيه لازم انها تتدارى لانه ما ينفعش تعري نفسك قدام الناس علشانك وعلشان اهلك وعلشان بنتك وعلشان المجتمع نفاق المجتمع يعني بالظبط فعشان كده انا بقول لك حتى انا يعني انا اللي بكره الكذب وضد وكل حاجه انا بضطر اكذب لأن دي حاجة فينا إحنا كمصريين بتكرهي السوشيال ميديا والتكنولوجي؟ أنا شايفة أن التكنولوجي دي هتبقى سبب انهيار البني أدمين إحنا بقينا دلوقتي يعني لما تبصي كل حد ماسك التليفون ومع ذلك عندك حساب على إنستغرام، فيسبوك، لازم تويتر. يبقى عندي عشان أنا ممثلة يعني الحاجات دي لازم تبقى عندي لازم لازم بس مش لازم يا محمد ممدوح كان ضيفي قال لي لا انا ما عنديش حسابات ولا على تويتر ولا على فيسبوك وعنده على الانستغرام بس مش هو اللي بيديره ما بيحبش قال لي انا ما بحبش اللي ما بيحبش حاجه ما بيعملهاش بس هو مش مضطر ان هو يعملها بس انت بتضطري انا واحده ست ومطلوب مني ان انا اعمل ده لازم اجاري ما هو مش هقدر ابقى متخلفه ما اقدرش افضل ضد التيار في كل حاجه انت بتقولي انا واحده ست ولازم اجاري
لا انا واحده ست ممثله، قصدي ممثله عايزين يشوفوا انا بلبس ايه، وعاوزين يلبسوني، وعاوزين يشوفوا انا عامله شعري ازاي، وعاوزين يقلدوني. انا فاهمه الحاجات دي كلها، فلازم اعمل ده. يعني بتضطري تعملي حاجات انت مش راضيه عنها. هي مش ان انا مش راضيه عنها، يعني هي دي مش حاجات او ما بتحبيهاش. انا بحب تويتر، ده اكتر حاجه بتحبيها. طب نقدر نقول ان انت بتتضايقي من هجوم البعض او التجاوز في السوشيال ميديا على شيرين رضا؟ ما بحبش قله الادب. يعني انت تقدر تقول كل حاجه انت عاوزها من غير ما تقل ادبك، لان الاخلاق مهمه. احنا مش هينفع نعيش مع بعض كلنا من غير اخلاق. اللي بيتجاوز لو شفته بمسحه. بحبش ان انا يبقى على صفحتي على اي حاجه بقى على في الكومنتس حاجه تضايق ناس تانيين، حاجه قد زي ما يكون دمل كده اهو. يعني ما مش كل الناس بتمدحني. طب لو ما كنتيش ممثله كنت هتردي بنفس الرد على الناس دي؟ لا، ما كانش هيبقوا عندي على فريندز، ما كانوش هيشوفوا صوري، ما كانوش هيشوفوني خالص. لا، في برايفت اكاونتس، ما كانوش هيشوفوا صوري عمرهم لو ما كنتش ممثله. طيب انت مره قلتي ان انا ما بحبش موضوع التكنولوجي دي او التكنولوجيا علشان منعت الناس تبعت جوابات لبعض او تكتب لبعض. منعت دلوقتي سهل قوي لما انا اكون عاوزاكي هبعت لك مسج، فانت شلتي حتى ان انا اسمع صوتك او انت تسمعي صوتي، فالمسج هنقول الكلمتين اللي احنا عاوزينهم وخلاص، بس في المكالمه هنقول اكتر. فهمتي قصدي؟ فهو التكنولوجي خلتنا اكشلي نبعد عن بعض كبني ادمين. الانتر اكشن بين البني ادمين يبقى اقل. في جوابات عندك من زمان محتفظه بيها؟ من مين طيب؟ مش عارفه، بس انا كنت لسه عند مامتي وقالت لي الدولاب ده فيه حاجات كتير قوي، ففتحت كده لقيت جوابات. زمان انا كنت عايشه في امريكا، فكنا بنبعت جوابات انا وصحابي لبعض. جوابات جوابات جوابات، ما بصيتش في ايه، بس انا عارفه البوكس دي بتاعت الجوابات، وعرفتك جوابات. في جوابات بعتيها قبل كده ونفسك تسترديها تبقى عندك؟ لا، مش فاكراهم. مش فاكراهم؟ مش فاكراهم، بس اي حد بعت له جواب يا ريت يبقى لسه عنده، زي ما انا لسه عندي جوابات. طيب انا هرجع بقى تاني، وانت قلتي لي ان انت بتحبي تويتر. هعرض لك شويه تويتات ونناقش واحده واحده. اوكي، يلا بينا. تقري؟ يلا. اعتقد ان قرار توحيد الاذان لازم يتنفذ وبسرعه، لان في مقرئين صوتهم يكفر البني ادمين. ايه غريبه؟ يعني ما كلنا بنقول ده، وكل الناس اللي علقت في اطفال بيصحوا مفزوعين. هو ده اسلوب الصلاه؟ اللي يلا نصلي، يلا فزعك عشان تصلي؟ وبعدين الراجل اللي بيجعر لي في الميكروفون ده، وانت مش سامع صوتك ولا انت قاصد تعمل كده؟ ما هو دي اسئله عندي انا كمان. وفين قرار توحيد الاذان فعلا؟ فين؟ ليه احنا لما اجانب، احنا مش عاوزين سياحه، ليه لما اجانب يجوا وهم ماشيين في الشارع يسمعوا الجعير ده؟ انا في شوارع صغيره الميكروفون بتاعها حتى وانت قافله الشبابيك بتجنني. طب ازاي في ناس عايشين؟ طب انت مش محترم كل الناس اللي عايشين في العمارات اللي حواليك دي يا اخي؟ بتجعر كده ليه؟ وبتزعق كده ليه؟ ومعلي الفوليوم قوي كده ليه؟ انت فاهمه؟ ده ملوش دعوه بالدين. طب انت رايك ان ليه ما تنفذش القرار ده؟ معرفش، انا مش مسؤوله. يعني انا كان نفسي ابقى مسؤوله عن حاجات كتير قوي عشان كنت خليتها تتنفس، وحاجات صغيره هتساعدنا كلنا في حياتنا. بس ليه ما بتتنفش؟ انا ما اعرفش. مشغولين عننا بايه؟ طيب الذبح بقى في عيد الاضحى خارج المجازر والدم اللي في الشوارع قدام الاطفال، رايك ايه فيه؟ انا ضد الكلام ده طبعا. ايه ده؟ ايه العادات دي؟ ايه العادات يعني؟ وبعدين احنا مستغربين ان لما اولادنا يطلعوا بيحبوا العنف؟ ما ينفعش، ما ينفعش الاطفال يشوفوا الدم ويشوفوا الذبح ده.
يعني انت تجيب له خروف تقعده معاه يومين وهو يعتبر الخروف بتاعه مبسوط بيه ويقعد ياكله ويقعد جنبه وبعدين يذبحه؟ انت بتعمل ايه في مخ الطفل ده؟ نشوف التويتة الجاي. نداء الى رؤساء احياء القاهرة، ارجوكم اشتغلوا شوية على النظافة وعلى وضع صناديق قمامة في الشوارع لان الوضع اصبح لا يطاق. ايه اللي شغلكم عنا فعلا؟ تفتكري ايه؟ معرفش، يعني انا في 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 الحي اللي انا عايشة فيه انا عمري ما شفت حد منه. انت عايشة فين؟ مش هقدر اقول، بس مش مهم، ما شفتش حد من بتوع الحي. فين بتوع الحي دول؟ مش موجودين خالص. ليه مش موجودين؟ ايه اللي شغال السنين الطويلة دي؟ انتوا فين؟ ليه سايبين الجناية؟ يعني احنا هنموت من كتر المباني اللي عماله تتبني لما نلاقي عندنا جنينه، نص جنينه في الشارع. طب انت ليه مش، انا ما طلبتش منك على فكره تقولي عنوان، ما تقولي المنطقه اللي انت عايشه فيها. مهندسين زمالك؟ اكتوبر مهندسين. إيه في عندنا شويه جناية، خدوا بالكم منها، نظفوا لنا الزباله في ايه. معلش، لا شفنا مثلا عمارات بتدهن، لا شفنا افتتاحات حاجات ولا بطولات. طب انتوا بتشتغلوا في ايه؟ لو انتوا ما عندك، لو انتوا مثلا مشغولين فعلا، مشغولين بايه عننا احنا المواطنين؟ المفروض انتوا بتساعدونا. ازاي البلد بقت وسخه قوي كده؟ ازاي زباله في كل حته؟ ازاي ما فيش صندوق في اي حته؟ ده اظن ده رئيس الحي بيعمل ايه بقى حضرته؟ بيعمل ايه؟ معلش بيعمل ايه؟ في ايه؟ لا 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 مفيش حاجه اصلا، مفيش حاجه مثلا بتتطور. عشان اقول لك معلش، هو مشغول النهارده في المشروع الفلاني. مشغول في ايه؟ طيب الظواهر السيئه الثانيه اللي نفسك تختفي من الشارع المصري. المرور لا يطاق، لا يطاق، ما ينفع. طيب بلاش انا رايحه ازور حد، انا رايحه مستشفى. انا في النهارده كم كمية عربيات الإسعاف اللي كانت ماشية ورانا ملهاش مجال إن هي تمشي. طب افرضي في حد جوه، طب ده مات وباي باي. ده بيحصل كتير. طيب من الزحمة ليه؟ مفيش محدش بيوسع له الطريق، كل حد عاوز يطلع قدامه، محدش فارق معاه. المرور بقى لا يطاق في الزحمة إنك توصلي المكان بقى. هي دي حياتنا؟ هل معلش بس أنا عاوزة أعرف، هل نأقلم نفسنا إن هي دي خلاص حياتنا؟ مفيش حل. طب اخبار التحرش معاكي ايه؟ مفيش حد. من ضمن الحاجات لا، من ضمن الحاجات اللي نفسك تختفي. نفسي تختفي التحرش ده بيجي من البيئه اللي الولاد دول اتربوا فيها. فهم لما يبقى انت ام وعندك طفلين، غير لما تبقي ام وعندك 12 طفل، هتعرفي تربيهم ازاي؟ خصوصا ان انت ما عندكيش فلوس وما عندكيش موارد وما عندكيش مدارس وما عندكيش تعليم وما عندكيش مواصلات وما عندكيش كل الكلام ده ان هو يساعد واحده غلبانه. ما هي مش هتربيهم، بس بتجيبهم لنا ليه؟ عشان الشارع بقى هو اللي يربيهم؟ وهو ده اللي بينتج عنه التحرش. التحرش مش ان هو واحد ولد فاسق، التحرش من حاجه على حاجه على حاجه على حاجه وصلنا لده. انت بتقدري تمشي امنه في الشارع؟ أنا بقدر، أنا ما عنديش مجال إن أنا أمشي في الشارع من حتة لحتة صغيرة، بس ما عنديش غير ده، هي الحتة الصغيرة دي اللي أنا بمشيها. ما عندكيش رصيف أو الرصيف واصل لحد هنا أهو. أنا يعني أنا الحمد لله إن أنا مش لازم، بس أنا من كل الناس اللي لازم بيصعبوا عليا. طب أنا بكلمك بقى على المعاكسات. شيرين رضا فنانة وفي نفس الوقت حلوة، تقدري تمشي في الشارع من غير ما حد يعكسك أو يتعرض لك أو يقول لك حتى كلمة؟ لا ما بيعكسنيش. إزاي بقى؟ والله مش بيعكسوني، عقبال ما بعدي كلها بيبقوا مرتبكين شوية، ما بيعكسنيش. تعالي أوريكي التويتة التانية. اقري بقى التويتة والرد. مطار القاهرة الدولي بقى مزبلة. السادة القائمين على المطار، يا ترى انتوا في اجازه ممتده ولا مش فارق معاكم وجهه مصر الاولى تبقى قذره كده؟ اكيد انا كتبت ده وانا في المطار.
مش وانا قاعدة في البيت. شفتي ايه في المطار؟ اولا حضرتك يعني ايه الحمامات، ولا انا لوحدي انا بس اللي دخلت الحمامات اللي ريحتها وحشه، ولا انا لوحدي بس اللي شايفه الست اللي واقفه لك بالبقره دي وتيجي تديكي عاوزه تستعملي تديكي واحده؟ هو حضرتك جايبه البقره دي من بيتكم؟ مش فاهمه يعني ايه مش كل تواليت لازم يبقى فيه البقره بتاعته؟ وبعدين لما تيجي تنشفي ايديكي يبقى في حاجات تنشفي ايديكي فيها؟ ده على الحمام. غير كده بقى انا ده كتبتها في المطار، الزباله، والزباله في كل حته يا جماعه، ولا انا لوحدي بس اللي شايفه ده؟ انا لما بنتقد انا بنتقد علشان انا عندي صوت وعارفه ان صوتي هيوصل. انا بنتقد علشان يعملوا حاجه. بيعملوا؟ معرفش. بتلاقي تجاوب؟ معرفش، انا معرفش يعني. ما رحتش المطار تاني يوم عشان اشوف نضف الزباله. لا مش لازم تاني يوم، بس كل فتره انا في الجيت يا حبيبتي، في الجيت فيه. احنا قاعدين في الجيت كله ما فيش زباله ترمي فيها، فكل الرابرز بتوع الشوكولاته ازايز ميه وكل ده مرمي على الارض، وده ما اسمهاش زباله ولا ايه؟ في مخيلتهم ايه الزباله؟ تعالي نشوف التويتر تانية. مش عارفه اقرا. يا ترى راحوا فين داعش ولا القاعدة؟ معقولة تلاشوا في غمضة عين كده وإحنا قاعدين؟ خواطر. بس كنت بفكر إنه يعني من سنة كنا عمالين نشوف بيبيعوا البنات وبيبيعوهم بكذا وبياخدوهم، وبعدين فجأة مش مريبة شوية؟ طب انت عايزاهم يرجعوا؟ انا مش عايزاهم يرجعوا، انا عايزاهم يتحرقوا بجاز كلهم. لا انا بسال عليهم ليه؟ انا بسال عليهم لان راحوا فين؟ ما دول هم احنا عارفين. ما انا ما دي خواطر ليه؟ عشان انا بتريق ان هم دول ممولين. طب فين تمويلهم يا ترى؟ تفسيرك ايه؟ على داعش؟ هو لازم كل شويه يطلع لك بعبع. لو ما فيش بعبع اصلي هيخلقوا لك بعبع تخافي منه. وهم كانوا بعبع بعد القاعده. كان في الأول القاعدة وكان البعبع الكبير، فجأة القاعدة بقوا اللي هم الإرهاب الوسطي اللذيذ، في حاجة اسمها كده. مين عملهم بعبع؟ اللي يهمه إن إحنا نخاف. تعالي نشوف التويتة الجاية. أظن إن حان الوقت إن إحنا نضيف مادة الأخلاق في المنهج التعليمي، وأظن إن إحنا وصلنا لمرحلة إنها أصبحت أهم من مواد تانية كتير. مفيش أخلاق، مفيش. ما هو التحرش ده قلة أخلاق، ونرمي زبالة في الشارع ده قلة أخلاق، والكذب والنصب وكل الكلام ده قلة أخلاق. فيمكن لو حطيناها في المنهج الدراسي العيال يتعلموها هما من صغيرين، فنطلع الجيل بقى اللي هو هنستناه 27 سنة، الجيل الجديد اللي بنربيه الأخلاق، يطلع يبقى عنده شوية أخلاق عشان نسيب حاجة مننا، لأن أهلنا سابونا إحنا هنسيب إيه؟ في صورة عايزة أوريها لك وبعدين هنكمل التويت. كان الراجل ده كان بيسبح كل يوم بالكلب بتاعه علشان هو كان عنده ألم المفاصل الكلب، والمية بتشيله فما يضطرش يدوس. تعملي كده؟ أعمل كده طبعا، أعمل كده عشان أي حيوان، إن هما بجد يستاهلوا وهما مظلومين. ليه مظلومين؟ مظلومين علشان إحنا أنت ما بتشوفيش البشاعة اللي الناس بتعمل بيها الحيوانات؟ لا بنشوف. فهما يستاهلوا، ما اقدرش اقول لك ان انا ممكن اعمل كده للبني ادمين. تعالي اوريكي التويته الجايه وتشرحي لي بقى موضوع البشاعه ده بشكل اكتر. اقري بقى التويته. حديقه الحيوان حصل فيها حريق كبير. حريق كبيره؟ انا بكتب اي كلام؟ ماشي مش مهم، الدكتور رجاء المدير الدكتور رجاء المدير كل همه النظافه وتولع الحيوانات، وهي ولعت. ربنا ينتقم منك يا جاهل. بالوظيفة والمسؤولية. عنيفة أنا. ليه العنف بقى؟ هقول لك ليه؟ لأن أنا رحت برنامج مع الدكتور رجائي وهو كان كل همه النظافة بس. جنينة نظيفة، مفيش ولا ورقة، جنينة نظيفة، جنينة مدهونة،
بس الجنينه دي مش هي مش جنينه النظافه، دي جنينه الحيوانات. يعني اهم حاجه فيها الحيوانات. لما وريت لما رحت بقى وريت صور الحيوانات اللي هو الاسد ضلوعه باينه، ده يبقى اسمه ايه؟ المهم النظافه. وبعدين الحريقه دي انا بعد كده عرفت انها حصلت في الـ ليه بقى حصلت؟ زباله، فالحاجه ولعت. فتخيلي بقى مثلا، معلش تخيلي نفسك ان انت محطوطه في قفص وفي حريقه، انت متخيله الرعب؟ اه طب وليه دول اللي يشوفوا الرعب ده؟ ليه ما فيش، ليه نستنى عربيات ما تطفي؟ عربيات ما تطفي كتير وجد، ليه ما فيش حاجه جوه الجنينه تطفي الحريقه دي؟ مش ده جهل بالمسؤوليه؟ ليه احساسي ان انت بتحبي الحيوانات اكتر من البني ادمين؟ علشان ما لهمش صوت، عشان هنا في بلدنا ما لهمش صوت، مهدور حقهم، وهم مش مخلوقين، مش دول مخلوقات زينا. مين قال ان هم اقل مننا؟ انت حبك للحيوانات هو اللي مخليكي فيجيتيريان؟ ما اقدرش اكل حيوان زي ما اقدرش اكل حد من صحابي. تعالي نشوف التويته اللي بعد كده. الارهاب له دين، له دين وله اهل وله جيران ومعارف واصحاب، وكلنا عارفين كويس قوي بس بنستهبل طبعا. ليه واحنا إيه مش الإرهاب؟ احنا نعم إيه احنا مش الإرهاب؟ عارفين الارهابيين مين؟ قولي انا بس. ايوه احنا عارفين الارهابيين مين. الارهابيين كل واحد عاوز قصاص منك، عاوز يقتلك عشان انت غيره، عاوز يذبحك، عاوز يقضي عليكي. ما ده مش انت قلتي الارهاب له دين. له دين. تقصدي ايه؟ له دين. ما هو الارهاب له دين اسمه الاسلام والمسيحيه واليهوديه، ما هي دي دين. يعني مش كل الارهابيين مسلمين، مش كل الارهابيين مسيحيين، بس الارهاب له دين لان هو بيجي بيحارب بيرهب باسم الدين، على حسب بقى الدين ده انهي واحد فيهم. وله اهل، لان الراجل ده له اهل وله جيران وله معارف كلنا عارفينه. مش شرط انا اكون عارفه اللي هو في امريكا اللي راح قتل فوق ال 85 بني 58 بني ادم وعور 500 في لاس فيجاس. مش ده له اهل وجيران وله دين وله اخ طلع كان بيعيط على سي ان ان؟ طبعا ليه. فالإرهابيين دول بني آدمين زينا على فكرة في الآخر. طيب أنا عندي فيديو عايزة أوريه لك بقى. okay. تعالي نشوف. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning. Hello, good morning. Hello, good morning. انت لفتي ورجعتي تاني. اصل هو ده بنلف من ورا كده وبنرجع. كان لازم نعمل الفيديو ده. ليه بقى؟ ليه لا؟ اصل دي كانت حاجه تضحك. كل الناس عملتها، اشمعنى احنا لا؟ كنت بتريقوا على مين؟ محمد كريم؟ بتريق عليه؟ أصل أنت لما تعملي حاجة لازم تبقي قدها. زي أنا لما بكتب أنا قد إن أنا أتشتم، ولما أعمل حاجة لازم أبقى قدها، لأن في ناس هتتريق، في ناس هتعترض، في ناس هتقول. طب لما تريقتي عليه ما كلمتيش محمد كريم؟ مي. طب ايه اللي استفزك؟ ايه اللي خلاك؟ انا ما استفدتش. احنا كنا بنعمله كده، احنا كنا بنهزر. اصل دي حاجه يعني معلش يعني مصر كلها اتريقت عليها، فلقينا عندنا كلنا عندنا رواب في اوضنا، فقلنا لازم بس خلاص هي دي الفرصه. بس انا بقول لك ايه اللي استفزك؟ استفزني؟ مفيش حاجه استفزتني، احنا كنا بنعملها بضحك، ما كناش بنعملها عشان عاوزين نجرح حد. طب انت كده ما جرحتيهوش؟ وجرحت ليه وانا الوحيده اللي عملت ده؟ مش انا الوحيده على فكره، كل الناس عملت ده. بس مش معنى ان حد يعمل حاجه انا كمان اعملها. لا بس احنا كنا عاوزين نعملها عشان كانت حاجه لذيذه.
لك ضحكنا احنا عشان نصور الفيديو ده قعدنا 3 ساعات ولا حاجه. ايه المساحات اللي في حياتك اللي ممنوع الاقتراب منها والتصوير؟ حياتي الشخصيه. تحبيش حد يقرب منها؟ لا لانها بتاعتي انا، يعني انا واضحه وصريحه قدامكم في كل حاجه، اللي بتسأله بجاوب عليه، بس لازم يبقى عندي حته بتاعتي انا بس. عشان كده ما بتحبيش خالص اي حد يسالك عن عمرو دياب؟ لا عشان اتكلمت عليه كتير قوي، يعني عارفه احنا ما عنديش حاجه تانية اقولها. احنا كل الناس عارفه ان احنا صحاب، احنا فعلا صحاب، وابو بنتي وبحبه وبتمنى له كل الخير، ولحد النهارده صحاب. طب والسلطان كمال ادهم؟ الله يرحمه. الله يرحمه. ما بتتكلميش عليه خالص؟ ليه؟ الله يرحمه، يعني هو كان طيب جدا جدا ومات صغير، وقعدت كتير قوي قوي زعلانه. اتجوزته قد ايه؟ سنه واحده بس ليه ما استمرش الجواز؟ انا فاشله في الزواج، لعب مني. في ممثلين كانوا في عز شهرتهم وتألقهم اختاروا ان هم يبعدوا ينتحروا، زي روبن ويليامز مثلا، في فيليب سيمور هوفمان. لو عند الواحد الاختيار، الاشجع الانتحار ولا الاستمرار في الحياه؟ لا انا اعتقد ان مرحله الانتحار دي مرحله متاخره جدا، يعني انه يوصل لو عنده اختيار المفروض يستمر في الحياه، مش ممكن تكون الحياه وحشه قوي للدرجه دي. وده الاشجع. بس مش ممكن الحياه، يعني حتى لو كل حاجه وحشه على الاقل في حاجه حلوه، بنتك، ابنك، الكارتون نتورك، فاهمه قصدي؟ يعني اكيد في حاجه حلوه، مش ممكن تبقى الحياه سودت قوي للدرجه دي ان هم يختاروا، فاكيد دول مروا بحاجات احنا ما نتخيلهاش. شيرين نورتيني. ميرسي. كنت مبسوطه ان انت كنتي ضيفتي النهارده. انا اللي مبسوطه ان انا جيت النهارده حتى وانا عيانه. سلامتك، الف سلامه. الله يسلم. ما ضايقتكيش في حاجه؟ خالص بالعكس. حقيقي ما ضايقتنيش في حاجه. كلنا بنقول لك نورتينا. ميرسي. ويا رب تكوني اتبسطتي. اتبسطت جدا، وسالوني هناك قالوا لي تفتكري انت وسمر هتطلعوا صحاب ولا لا؟ قلت لهم ده اكيد. استنونا في انا وانا جديده، اشوفكم على خير وتصبحوا على خير.